فلوس دي منين يا آية؟ ايه ده؟ انت اتخبلتي في مخك ولا ايه؟ فلوسي طبعا. بطلي كدب بقى، انا شفتك كنتي بتاخديهم من دولاب نصر. انت ليه بتعملي كده في اختك؟ يا بنتي حرام عليكي، اختك شقيانه بالفلوس. اه وانت جايه تديني درس في الادب صح؟ انا اللي خدتهم يا رحيم، وهاتي اللي عندك، ولا تكونيش فاكره ان انت بتلوي دراعي عشان ما اقولش البخاريست على حكايتك انت وصلاح ونبقى كده خالصين. لا يا روحي، لو عايزه تروحي تقولي لنصر يلا روحي. يلا روحي، مستنيه ايه؟ انت ليه فاكره كل الناس زيك؟ انا مش عايزه الوي دراعك ولا حاجه يا ايه، ومستحيل اصلا افكر في حاجه زي دي. يا ايه انا خايفه عليكي ومش عايزاكي تعملي اي حاجه غلط. لا يا شيخه، عموما متشكره يا اختي، والفلوس دي اي كلام وانا هرجعها تاني، لكن الغلط في اللي بيحصل وما بيرجعش زي زمان.